أحزاب سودانية والاتحاد الأوروبي يدينون مقتل والي غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع. البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على مشروع قرار لفرض عقوبات على الدعم السريع ويتهم الاتحاد بتمويله. وكالة التسنيم تعلن أن وزير الخارجية السعودي سيزور طهران السبت المقبل لمشاورات سياسية ودبلوماسية. عمان تعلن اتفاقاً وشيكاً بين واشنطن وطهران حول النووي والسجناء والأموال المجمدة، وتقارير أمريكية تؤكد. مؤتمر بروكسل لدعم سوريا يأمل بالحصول على قرابة 7 مليار دولار لتلبية الاحتياجات في سوريا. محتجون يحطمون واجهات زجاجية ويشعلون إطارات قرب عدد من المصارف للمطالبة بأموالهم. أهلا بكم مشاهدين إلى برنامج استوديو الحدث لهذا اليوم، أنا تهاني الجهني معكم على مدار ساعتين. والبداية من السودان. وسط تنديد محلي ودولي لاغتيال والي غرب دارفور، خميس عبد الله أبو بكر أنهى الصراع في السودان بين الجيش والدعم السريع شهرة الثنائي ودخل في الثالث شهره الثاني ودخل في الثالث. الجيش السوداني أكد مقتل خميس أبو بكر والي غرب دارفور بعد اعتقاله من قوات الدعم السريع، واستنكر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عملية اغتياله في مدينة الجنينة. وكان أبو بكر ظهر في تسجيل متداول يوثق لحظة اعتقاله من قبل الدعم السريع. والجنرال خميس أبو بكر الذي تولى قيادة الجهاز التنفيذي لولاية غرب دارفور بعد اتفاق جوبا للسلام ينتمي لحركة التحالف السودانية الموقعة على اتفاق جوبا، كما أنه ينحدر من قبيلة المساليت بغرب دارفور. وقبل ساعات من مقتله اتهم والي غرب دارفور الدعم السريع باستباحة الجنينة وفق تعبيره.
هذا وقال التحالف السوداني الذي كان يرأسه الوالي خميس عبد الله أبو بكر إن ميليشيا الدعم السريع قامت بقتل الوالي في مدينة الجنينة، واستنكرت السلوك الذي وصفه في بيان يتنافى مع المواثيق الدولية في التعامل مع الأسرى. في السياق قال حسن إبراهيم فضل نائب أمين الإعلام في حركة العدل والمساواة السودانية إن ميليشيات مسلحة قتلت والي غرب دارفور بعد أن اقتحمت مقر إقامته واختطفته ونقلته إلى جهة مجهولة. لمناقشة هذه التطورات من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي السوداني عمار عوض، وأيضا معنا من القاهرة الشريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. أهلا بكما. سأبدأ معك سيد شريف. سيد شريف، بداية، كيف يمكن أن نفسر كل هذه الانتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع وتلقي باللوم على جماعة متفلتة لا يمكن السيطرة عليها؟ وتحدث هنا عن ما جرى في الجنينة. أولا أسعد الله صباحك وعلى ضيفك الكريم وأيضا على كل المتابعين الكرام. نحن مظلومين حقيقة صدمة بالغة إذا ما حدث أمس في مدينة الجنينة من احتغال القائد خميس أبو بكر رئيس التحالف السوداني، وهو أحد الذين غادوا الكفاح المسلح في إقليم دارفور منذ بدايته في العام 2003 مع مني أركو منايو ومع عبد الواحد محمد نور، وأيضا هو من القوى التي وقعت على اتفاق سلام جوبا، وأيضا هو من القوى التي وقعت على الاتفاق اللي طاري في الخامس من ديسمبر. نحن نشعر بصدمة بالغة أولا إذا عملية الاحتغال والقتل والتمثيل بجثته هذا الأمر منافي لكل القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية،
وعليه يجد منا كل الإدانة. منذ أيام نحن نتحدث عن الأوضاع في مدينة الجنينة في استمرار تخرج عن السيطرة على الجميع، الذهاب إلى خيار وقف إطلاق نار دائم حتى يتسنى تقديم الخدمات والمساعدات وإيقاف هذا القتل الممنهج في مدينة الجنينة. إذا هذه التطورات تابعنا بالأمس هذه العملية وهذا الاقتياء وهذه عملية القتل والتبشيع بها، هو أبشع ما في الأمر هو التبشيع بهذه الصورة في ونشر الفيديو. هذا مما يزيد ويعمق خطابات الكراهية ويزيد العنف والعنف الممنهج، وهذا أيضا ما حذرنا منه في حزب المؤتمر السوداني قبل أسبوعين تقريبا من الآن. نشرنا رؤية حول مستقبل هذه الحرب في السودان، وكان من ضمن ما حذرنا منه وذكرناه هو أن تنحدر هذه الحرب إلى منجرفات أخرى على من متوقع أن تتحول إلى حرب أهلية. هذا ما ذكرناه بوضوح. هذا الأمر يستوجب على من يحملون السلاح في السودان ويتقاتلون أن يعلوا صوت العقل وأن يستجيبوا لنداءات آلاف المصابين الآن في مدينة الجنينة وفي مناطق أخرى، وآلاف ومئات الآلاف من النازحين والفارين من جحيم هذه الحرب، أن يستمعوا إلى أصواتهم ونداءاتهم بأن يحفظوا سلامهم وأن نعيد بناء هذا الوطن، وندعو الأمن من هذا المكان، ندعو إلى تحقيق عادل وشفاف وتقديم من خططوا ومن دبروا ومن نفذوا هذه الجريمة إلى محاكمة عادلة حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم. لكن كل هذا الأمر لن يحدث ما لم يحدث وقف إطلاق نار دائم ومن ثم إجراء مناقشات لمعالجة آثار هذه الحرب. لكن استمرار هذا الوضع على كما هو عليه الآن بالتأكيد ينذر بنذر كارثية. ونحن ندعو جميع السودانيين في كل أنحاء العالم، كل من يتواصلون سواء كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المحطات التلفزيونية أيضا، أن يحافظوا على كلماتهم. الكلمة في هذا الوقت من تاريخ هذه البلاد قد تودي بالملايين وقد تودي بالآلاف، قد تقتل. الكلمة عليهم أن يدعوا إلى خطاب محب للسلام، مضاد للكراهية، خطاب يحض الجميع على أن يحفظوا يعني الآن بعض. هذا الوقت هو المناسب لمثل هذه الكلمات. طيب سيد شريف، سيد عمار، سنتقل إليك الآن. عندما يعني أمس كنت معنا بعد مداخلة خميس أبو بكر وتحدثنا عن تواجد الجيش على بعد 7 كيلومترات تقريبا مما يجري الآن في الجنينة، لماذا الجيش لم يتدخل لوقف هذه الانتهاكات؟ ومن هي هذه الجماعات المتفلتة من قوات الدعم السريع؟ لا تستطيع قوات الدعم السريع السيطرة عليها إلى هذا الحد؟ في البداية أترحم على روح السيد الوالي الرفيق كمرة خميس بكر. خميس بكر كما تفضل شريف هو ليس عابر، ليس شخص أنتجته الأحداث الأخيرة أو ظهر في الوسط السياسي والإعلامي نتيجة لثورة الذين ظهروا في الفترة الأخيرة. خميس بكر شخص قديم ومناضل قديم جدا في الحياة السياسية السودانية. فقدان روحه يعني فقدان أحد الذين ناضلوا من أجل الحرية، فقدان روحه هو خسارة لاتفاق السلام في جوبا، فقدان روحه هو خسارة للسلم الاجتماعي في دارفور. ما يحمد لخميس بكر أنه طول الفترة التي كانت تحكم فيها قوى الحرية والتغيير أو الفترة الانتقالية وتفر التي كان اسمها، كانت تحدث الأحداث في الجنينة، وكان هو قادر على أن يجعل الأوضاع متوازنة في الجنينة وأن لا تنفلت وأن لا تخرج عن السيطرة. لذلك نحن كمراقبين أو كصحافة تعاملنا مع خميس بكر منذ بداية الحرب في دارفور. نتأسف كثيرا على روحي. بالنسبة لسؤالك فيما يتعلق بالموقف، لماذا الجيش السوداني، لماذا لم يتحرك الجيش السوداني، لماذا لم تتحرك قوات حماية المدنيين في دارفور، لماذا أصلا تم سحب بعثة يونيمت التي كانت كنا كمراقبين كبح صوتنا وكتبنا كثيرا في الصحف وفي غيرها في أنه يجب عدم خروج قوات بعثة يونيمت من دارفور لأنها هي التي تقوم بحفظ
حياة المدنيين، ولكن تم استبدالها بقوة محلية نتيجة لاتفاق سلام جوبا، وهذه القوة المحلية من قوات الحركات المسلحة، وكنا كثيرا ما نقول أن هذه القوات ليس لديها الخبرة، ليس لديها القدرة على حفظ الأمن وحفظ حياة المواطنين في دارفور، ولكن الناس قالوا كفر ابن يوسف ورفضوا ذلك، والحكومة التي كانت موجودة، وتم دخول قوات يونمت في دارفور. بالنسبة أيضا السؤال هو حول الموقف القوات المسلحة. عزيزتي تعلمين أن القرار 1591 القرار الخاص بالأمم المتحدة الذي يحرم على القوات المسلحة التحرك في إقليم دارفور نتيجة لقرارات أممية كثيرة، وأعطى الحركة في دارفور لقوة حفظ حياة المدنيين. بالتالي هي القوات المسلحة نجد أنها مغيدة في تحركاتها، وعلى الذين يعرفون ماذا تعني القرار 1591 يمكن أن هنالك العديد من التقارير التي كانت تتابع حركة القوات المسلحة وتتابع غيرها، لكن هذا ليس المهم الآن. طبعا المهم بالنسبة لي قبل أن تنتقل يا سيد عمار، يعني قبل أن تنتقل إلى نقاط أخرى، أريد أن أعرف الجماعات اللي إحنا قاعدين نشوفها في الفيديوهات، جماعات تتعامل بشكل بربري وهمجي يختلف تماما عن أي معايير للقتال، تقوم بسفك الدماء وتهجير المواطنين في الجنينة. هؤلاء يتبعون لمن؟ يتبعون للدعم السريع؟ هل الدعم السريع هو من تركهم يتفلتون على المواطنين في الجنينة، أم هم خرجوا أساسا عن سيطرة الدعم السريع؟ الدعم السريع أصلا هي قوة متفلتة، بشهادة محمد حمدان نفسه في آخر زيارة له لمدينة الجنينة عندما تم اتهام قوات الدعم السريع، خرج محمد حمدان نفسه، ويمكن أن ترجع إلى الإرشيف في قناة العربية وستجد هذا التصريح موجود لمحمد حمدان يتحدث على أن قوات الدعم السريع هي التي دخلت في الصراع في السابق وليس الآن، دخلت في الصراع لصالح مواطنين داخل مدينة الجنينة، وهو قال أنه سيحاسبهم. هذا أمر ليس جديد على قوات الدعم السريع. أما بالنسبة للذين يصهرون في، نحن طبعا لسنا محققين جنائيين حتى نثبت ما الذي جرى بالضبط، لكن الإعلام يعمل بالشواهد والبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. يا تهاني الذين يصهرون في الفيديو الذي يبث الآن على قناة العربية لحظة الاعتقال معروفين بأسمائهم، معروفين بمناصبهم، يصهرون في هذه الصور وهم يعتقلون السيد خميس بكر، ثم من بعد ذلك قتلوا. هؤلاء يتبعون للدعم السريع، وللغرابة إن الذي يدفع خميس بكر في الفيديو لداخل المكتب هو شخص يسكن بجوار خميس بكر في مدينة الجنينة. المشكلة أن ليس في أن هنالك قوات متفلتة في قوات الدعم السريع، بل أن قوات الدعم السريع هي أمر شائع في تاريخ الحياة السياسية السودانية، أوجدته تنظيمات الجبهة الإسلامية القومية منذ الابتداء، وهو نبت كان يجب أن يكون أن لا يكون موجودا. وعلى العالم الذي يغض الطرف عن الذي يحدث في السودان، وأنا لا أتحدث عن الداخل فقط، أتحدث عن الداخل وعن الإقليم وغيرهم، نحن كمراقبين نعلم أن للذهب بريق، أن للذهب بريق يخطف الأبصار إذا كانت داخل السودان أو إذا كانت خارج السودان، لكن هذا الوطن الآن هو ينزلق إلى منزلق خطير، وسيأتي. وأنا قلت لك هذا الكلام بالأمس يعني أن سيأتي يوم من الأيام والعالم هذا سيبكي كثيرا على أنه صمت. أما الداخل السوداني الذي صمت ولم يسمي الأسماء بأسمائها ولم يقف الموقف الحقيقي مما يحدث في دارفور، مما يحدث في الخرطوم، هذا نحن سودانيين نعرف كيف نحاسبه في الانتخابات. أما العالم الحر الذي يصمت عن الذي يجري في السودان والذي يجري في دارفور سيبكي دما مثل ما بكى العالم عندما استولت ميليشيات السلكة على أفريقيا الوسطى والأنتي بلاكا، عندما بكى العالم مما حدث من ميليشيات طالبان في أفغانستان، عندما بكى العالم من ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا. علينا أن نتدارك ذلك قبل فوات الأوان، علينا كقوة حرة إذا كانت داخل السودان أن تقف موقفا واضحا تجاه ما يحدث في بلادنا بأن تسمي الأسماء بأسمائها.
طيب سأنتقل إليك يا سيد شريف، يعني أنا كنت تحدثت مع السيد أستاذ عمار على ما يخص التحركات العسكرية للجيش، وهو أوضح بأنه في قرار طبعا 1591 الذي يمنع دخول الجيش لإقليم دارفور، ولكن كانت هناك حكومة إقليم دارفور تحدثت عن إجراءات أمنية لضبط الوضع منذ بداية هذه الانتهاكات، لديها قوات مشتركة ولكن اقتصر تواجد هذه القوات في الفاشر عاصمة ولاية دارفور. لماذا لم تذهب هذه القوات إلى الجنينة؟ السؤال الذي يحير العالم، لماذا الجنينة مهملة إلى هذا الحد ودماء المواطنين فيها مستباحة من جانب قوات الدعم السريع؟ شكرا جزيلا. أولا حقيقة الأمر أن الجنينة أيضا هذه ليست الأحداث الأولى، خلال الثلاث أعوام الماضية شاهدنا تكرار هذه المأساة، إبان حكومة الفترة الانتقالية ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأيضا كانت المأساة ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، أيضا حدثت جرائم وانتهاكات وفظايع في مدينة الجنينة. ليس هناك من سمة قانون في الدنيا يمنع الأطراف من أن تحمي المدنيين وأن تتولى مسؤوليتها في حماية أرواح المدنيين. هذا الأمر ينطبق على قوات الدعم السريع وينطبق على القوات المسلحة. ليس هناك سمة سبب يمنعهم من أن يتدخلوا ليحموا المدنيين، ولكن أي طرف تساهل في هذا الأمر هو يتحمل هذه المسؤولية. نحن نقول ليس بمقدورنا الآن أن ندعو إلى خيار أن تقف هذه الحرب الآن قبل يوم الغد. نحن نتابع بقلق وبأسى وبألم كبير ما يحدث في مدينة الجنينة، ونحذر من أن هذا الأمر قد يتطور وقد يمضي إلى أهوال أكثر ظلاما. بالإمكان الآن أن نتخذ القرار الصحيح هو إيقاف هذه الحرب والذهاب إلى طاولة حوار ونقاش، ومن ثم إجراء التحقيقات العادلة ومحاسبة كل من ارتكبوا الجرائم والانتهاكات. طيب سيد شريف، ما عندك سبب واضح يعني ما عندك ضرر؟ هذا هو طريق. ما عندك سبب واضح لانتشار هذه القوات في الفاشل؟ بالتأكيد. هو أنا تابعت أيضا البيانات التي صدرت من حركة العدل والمساواة من جبريل إبراهيم، والبيانات التي صدرت أيضا من حركة تحرير السودان من ياركو مناوي. كل هذه تابعت بدقة ما كتب في هذه البيانات، كانت هذه البيانات بدرجة عالية، وأيضا البيان الذي صدر من نائب رئيس التحالف السوداني الوزير حافظ إبراهيم، كانت هذه البيانات أيضا أعتقد فيها درجة عالية من الانضباط اللغوي. كل القادة السياسيين الآن في السودان لا يرغبون في أن تنجر هذه الحرب إلى مأساة أكثر مما هي عليه الآن. أنا كما ذكرت أن الكلمة في هذا الوقت لها تهديد ولها درجة عالية من عالم الخطورة. وأيضا تحركات القوات، نحن نعلم التعقيدات في إقليم دارفور، تحركات القوات التي تم تشكيلها بموجب اتفاق سلام جوبا والتي تم تخريج عدد حوالي 3600 فرد أخي قبل اندلاع هذه الحرب بأسابيع قليلة. هذه القوة مشكلة من أطراف العملية السلمية ومن القوات المسلحة ومن قوات الدعم السريع، لكن نحن نعلم التعقيدات الاجتماعية واللسانية في إقليم دارفور هي قد تمنع تحرك هذه القوات. الوضع في الإقليم في درجة عالية من الخطورة، الوضع في السودان أيضا على درجة عالية من الخطورة على جميع الأطراف، كل الأطراف التي عليها مسؤولية سياسية وأمنية في السودان أن تذهب في اتجاه الصحيح. الاتجاه الصحيح هو إيقاف هذه الحرب، الذهاب إلى إجراء التحقيق العادل والشفاف ومحاسبة كل من حرض وارتكب الجرائم. يعني كلامك يحترم. نحن الآن في الواقع نحاول أن نناقش كل التطورات التي تأتي الآن. مشاهدينا، أشير إلى هذه العواجل التي تأتي من الدعم السريع. قوات الدعم السريع تقول ندين مقتل والي غرب دارفور على أيدي متفلتين بسبب الصراع القبلي، وأيضا تقول الدعم السريع بأن استخبارات الجيش متورطة بإشعال الحرب القبلية في إقليم دارفور. وأيضا قالت الدعم السريع بأن والي غرب دارفور طلب حماية قواتنا لتخليصه من المتفلتين، وأيضا تقول الدعم بأن المتفلتين داهموا مكان حماية الوالي الذي كان بحمايتنا واختطفوه واغتالوه. من العاصمة العمانية نرحب من مسقط الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جمال الأمين آدم، وأيضا معنا من القاهرة نور الدائم طه مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان والقيادي في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. أهلا بكما. سأبدأ معك سيد جمال من العاصمة العمانية. دكتور،
كيف تقرأ تصريحات الدعم السريع في الوقت الذي الدعم السريع هي متهمة بجماعاتها المتفلتة بأنها من قامت بقتل خميس أبو بكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعلى قام ومشاهدين. أولا في البدء نترحم على روح خميس البكر مالك خميس البكر وتعازيم أسرته والتحالف السوداني الذي بالنسبة للرجوع لسؤالي نعم بيان الدعم السريع الذي يعني حمل المسؤولية على متفلتين سماهم متفلتين لهذه من قوسين متفلتين فأعتقد أن المسألة هي معقدة وكذلك أنا قرأت بيان القوات المسلحة للدعم السريع ولكن هذه الأشياء لا تفيدنا من الطرف الذي قتل القائد خميس البكر فيجب أن تتكاتف الجهود وتتضافر الجهود لمعرفة من الذي يسبب هذه الأزمة هي الأزمة طويلة ومعقدة جدا جدا وكما ذكر تابعت حديث الأخ الأستاذ عمار أنه كانت مهمة القوات الأممية هي الفصل بين المجاميع أو المجاميع العسكرية ولكن يحلت بعد فترة هذه أنهيت عملها وحلت بقوات مشتركة قوات المشتركة كانت غير فاعلة في هذا الأمر وملف دارفور ملف معقد جدا جدا ولكن كما ذكر أخونا المتحدث أخيرا يجب أن تتوقف الحرب وهذا يجب أن يكون صوتا في الداخل والخارج طيب إذا يعني الجميع الآن يتحدثون عن توقف الحرب ونحن نناقش هذه الجماعات المتفلتة الجماعات التي يقول الدعم السريع بأنها متفلتة والطرف الآخر يقول بأنها تتبع للدعم السريع وأساس تكوين قوات الدعم السريع هو التفلت من له القدرة أن يسيطر على هذه الجماعات المتفلتة التي تقوم بهذه الانتهاكات؟ لا أنا لا أقول أن جماعات أو أصفها بأنها متفلتة إن كانت متفلتة فالجيش كذلك متفلت لأن الجيش هو الذي قوات الدعم السريع نفسها وصفت هذه الجماعات التي قامت باغتيال وقتل خميس أبو بكر بأنها متفلتة إذا الدعم وصفها متفلتة لا أنا أتحدث عن أن الجيش هو الذي بنى هذه القوات أو هو الذي أسس هذه القوات إن كانت قوات الدعم السريع أو إن كانت مجموعات مجاميع الكفاح المسلحة التي وقعت اتفاقية السلام فهذه كلها تحت إمرة الجيش السوداني فالمسؤول هو الجيش السوداني عن هذه التفلتات كلها الجيش السوداني والمسؤول عن هذه التفلتات كلها وبالأمس قد حملت مسؤولية هذه المسألة للقائد من يركو مناوي ولكن صحح لنا الأستاذ أردون بأن الأستاذ منا أركب الناوي أو القائد منا أركب الناوي ليس لديه صلاحيات فلذلك من له صلاحيات فهي الحكومة المركزية ونسعى جاهدين أو نتمنى جاهدين أن تقوم الحكومة المركزية بعملها وتوقف هذه الحرب إن كانت في الخرطوم أو في دارفور هي نتاج لحرب الخرطوم فندعو الطرفين لوقف الحرب ومن هنا كذلك نعم. أدعو الموسطين وكل الدول العربية والخليجية بأن يتضافروا والأمم المتحدة والدول الإفريقية من حولنا نعم. أن تتضافر الجهود لوقف هذه الحرب لأن الشعب ينزف داخل العاصمة وفي دارفور اليوم نشوف نعم. دارفور مهجرة طيب سأنتقل إلى القاهرة للسيد نور الدائم طه سيد نور ما هي التحركات التي تقوم بها الكتلة الديمقراطية وجميع المكونات السياسية على كلمة واحدة للفعل لإيقاف هذه الحرب؟ أولا دعني أترحم على روح الشهيد جنرال خميس أبو بكر هو واحد من مؤسسي حركة تحرير السودان والثورة في دارفور وهو عاد للسودان باتفاق سلام جوبا وعاد من أجل السلام وعمل للسلام واستشهد في وسط أهله ومواطنيه قبل أن أعود إلى سؤالك
حقيقة أود أن أتناول بعض الشيء فيما سبق تم نقاشه مع الأستاذ الصحفي من قبلي فيما يتعلق بالمسؤولية حول هذه الجريمة. أنا أعتقد أنه هنالك مسؤولية مشتركة بين الطرفين، الدعم السري والقوات المسلحة، هم الطرفين لهم مسؤولية باعتبار أنه هذه إن كانت هذه هي قبيلة أو مجموعة متفلتة سبقة، وأن ناقشنا هذه القضايا مع عبد الرحيم ومع حميدتي أنهم يعرفون هذه الأفراد فردا فردا من تشات إلى السودان، هذه المجموعات وهي مجموعات أيضا متفلتة ولكنها منظمة بتعمل بتنظيمات محددة. نعم. فلذلك من هذا الجانب نحن طالبناهم بأن يتحركوا في هذا الاتجاه من قبل. أيضا القوات المسلحة هي ظلت تتراقى، نحن كوننا قوة مشتركة، هذه القوة قوامها الآن تم تخريجها قوامها حوالي 2000 جندي لحماية المدنيين، فيها كل التشكيلات من حركات الكفاح المسلحة والتشكيلات الإثنية في دارفور. حتى الآن القوات المسلحة تراقى في تسليح هذه القوة ولم يتم تسليحها، وهي تريد أن يتم تسليحها من حركات الكفاح المسلحة فقط، وهي حركات ليست لها الإمكانيات اللوجستية حتى تحمي الدولة، فالدولة يجب أن تحميها الجهات التي تنفق عليها المرتبات والدعم اللوجستي كالقوات المسلحة وغيرها. هذا هو الجانب الأهم. أيضا القوى السياسية التي تراقت ورفضت تشكيل حكومة إقليمية ذات سلطات وصلاحيات واضحة تستطيع أن تفرض الأمن، رفضت تمرير قوانين ورفضت أيضا حتى إجازة ميزانية للقائد مني أركوم الناوي لفرض هيبة الدولة وإدارة الأمن والأجهزة الأمنية كلها الآن تتبع إلى المركز. هي ليست حكومة الإقليم ليس لها إمرة على الجيش ولا على الأمن ولا على حتى فقط على الحركات المسلحة وحركة جيش تحرير السودان. فالحكومة المركزية والقوى السياسية التي عارضت هذه الأزمة القديمة منذ حكومة حمدوك، في عهد حمدوك في هذه المدينة استشهد فيها حوالي 400 مواطن بري، وظلت هذه الأزمة من قبل حكومة حمدوك وامتدت حتى الآن. أيضا هنالك أيادي أخرى في هذه المنطقة بحكم وجودها الاستراتيجي، هي تربط بين تشات وأفريقيا الوسطى المنطقة، الآن بتداخل فيها فاغنر والمنظمات الدولية وغيرها مع تشات. هذه هي أيضا منطقة في حالة طرد الحكومة منها، بالتالي بيظل منطقة تداخل استراتيجي بالنسبة للفاغنر وللمجموعات الدولية. نحن الآن وليس الآن فقط، نحن ظللنا نتحرك حقيقة ونتواصل على التواصل الرقمي. ما يحدث الآن لم ينقطع اتصالنا بالدعم السري وبالقوات المسلحة لوقف الحرب وعدم تمدد الحرب إلى دارفور. طيب تتواصلوا مع الدعم السريع على ماذا؟ على تطالبون مثلا من الدعم السريع إيقاف الحرب، أم تتفقون على فكرة أن يسيطر الدعم السريع ومن ثم يتم الذهاب إلى التحول الديمقراطي؟ كل هذه القضايا كحزمة ظلنا نناقشه. أول حاجة نحن والدعم السريع همنا استقرار دارفور، والمجموعات المتفلتة هي مجموعات قبلية عربية موجودة ذات اتصال بالدعم السري ولهم علاقات وثيقة مع الدعم السري، كذلك المجموعات الأخرى لها علاقات مع حركات الكفاح المسلحة، فدائما ظل التنسيق بيننا وبينهم في هذه القضايا مستمرة حتى لا يمتد الحرب إلى دارفور. هنالك بعض التجاوب، ولكن بطبيعة الميليشيات نفسها هي لا تستطيع أيضا أن تسيطر على كل العوداء، فهي حقيقة بيحتاج إلى تدخل الدولة، بيحتاج إلى دور الجيش، بيحتاج إلى دعم الحركات الكفاح المسلح
وبيحتاج إلى دعم تنفيذ اتفاق السلام، لأن هنالك بروتوكولات واضحة جدا حول المسارات، طيب، حول الأرض والحواكير، نعم، حول تمت الاتفاق عليها، ولكن القوة السودانية هي انشغلت بصراعاتها الداخلية ورفضت تنفيذ، طيب، اتفاق السلام. سؤالي لك سيد نور، ياريت تعطيني إجابة مختصرة. بالنسبة لكم كمكونات مدنية، هل بدأتم تعملون مع بعض، تذيبون كل الخلافات، تقفون كوقفة رجل واحد للمطالبة من الجيش وقوات الدعم السريع بإيقاف هذه الحرب، ومن ثم الحديث عن مفاوضات وحسابات سياسية؟ وصلتوا لدي المرحلة ولا لسه؟ نحن زللنا هذا موقف قديم، نحن زللنا عبر هذا القناة، قناة الحدث، ننادي بوحدة القوى السياسية، وبننادي بوحدة الثورة، وبننادي بعدم الإقصاء، وبننادي بالحوار بين القوى السياسية كلها. القوى السياسية المدنية رفض الحوار المدني ودخل في صراع ما بين الكتلة الديمقراطية وغيرها، وحاول أن تتحالف مع العساكر عبر الاتفاق الإطاري، إلى أن أدى إلى ما إليه الآن الحال من السودان. نحن نكرر دعوتنا مرة أخرى عبر هذا القناة للقوى السياسية كلها دون إقصاء لأي طرف من الأطراف، نناديهم بالوحدة حول وقف الحرب، ننادي بالوحدة حول مخاطبة قضايا الإنسانية وغيرها من القضايا. ولكن هذه القوة هي قوة سياسية فاشلة لا تسعى للوحدة، هي قوة سياسية ذات عنانية متقوقعة غير وطنية. الآن كل الشعب السوداني الآن إما نازح إما لاجي إما بتعاني في محاولة خروج. طيب سيد نور، اتضحت النقطة هذه، جرحى بلا علاج. طيب اتضحت النقطة هذه، سأذهب إليك يا سيد عمار عوض. سيد عمار، يعني التصريحات التي تخرج من قوات الدعم السريع كأنها تتنصل من مقتل خميس أبكر، وهي تقول بأنه كان تحت حمايتهم. طب كيف كان تحت حمايتهم وتمكنت هذه القوات من سحله كما شاهدنا في الفيديو، من ضربه أيضا بالكرسي ومحاولة دفعه إلى الداخل ومن ثم مقتله؟ سيد عمار، أولا أنا لست محققا جنائيا، ولكن محققا صحفيا أدقق في الألفاظ. عندما تقول قوات الدعم السريع أن هذه قوات متفلتة، ذلك يعني أنك لديك علاقة بهذه القوات أو أنها معك، لأن التفلت يتم من جزء منك، لا يمكن أن توصف شخص مقابل لك أو عدو بالنسبة لك على أساس أنه متفلت. الحديث حول أنه تم، إذا نحن نعرف ما هو قدرة التسليح لجنود قوات الدعم السريع في إقليم دارفور بشكل عام أو حتى في الجنينة بشكل خاص، ومن بعد ذلك تأتي قوة لديها قدرة تسليح أكبر من قوات الدعم السريع وتأخذ هذا الرجل من داخل قوات الدعم السريع، هذا الأمر لا يقبله المنطق ولا يقبله العقل بأي حال من الأحوال، لأن هذه القوة أكبر من ناحية التسليح، بالتالي أنت تتحمل المسؤولية كاملة. بغض النظر إذا كنت أنا صدقت البيان الذي أصدرته قوات الدعم السريع بأن قوات متفلتة واختطفوه من داخل بعد أن احتمى بنا أو غيره، ربما تكون الحقيقة شيء آخر، لكن المطلوب الآن وفق ما تحدث الزملاء من القيادات السياسية قبلي في هذا البرنامج، المطلوب الآن هو أولاً، نعم، قوات حماية المدنيين يجب أن تعطى قدراً من الحرية الحركة، يجب أن تعطى قدراً من التسليح. أيضاً فيما يتعلق بالقوات المسلحة، أنا أقول للصديق شريف محمد عثمان وغيرهم، على الجميع المراجعة القرار 1591، وهو القرار الخاص بالأمم المتحدة للجيش السوداني منذ بداية الحرب في إقليم دارفور، وهنالك لجنة تراجع تحركات القوات المسلحة وتمنعها من التدخل في القضايا الداخلية في دارفور نتيجة لهذا القرار. يجب أيضا أن يتم معالجة هذا الأمر من الأمم المتحدة. أما بالنسبة للمسؤولية التي الآن يحاول الجميع تفرغ الدم الكمرة خميس بكر بين، نعم، جميع
المكونات، هذا يقول أنها مسؤولية الجيش. نعم. الآخر يأخذها ويلقي بها إلى الدعم السريع، والآخر يأخذها ويرمي بها إلى المجتمع الدولي. المسؤولية هي مسؤولية شعبنا، مسؤولية الشعب السوداني الذي يجب أن يقف وقفة واضحة تجاه ما يحدث في بلادنا السودان. نحتاج لدعم المجتمع الدولي، لا أقول فرض هذه النماذج عقوبات على شركات أو على غيره. يجب أن يتحدث المجتمع الدولي بلغة واضحة لقوات الدعم السريع وللجيش السوداني ولقوات الدعم السريع للذين غادروا إلى كينيا أو إلى الذين موجودين الآن في طريقهم إلى أفريقيا الوسطى وغيره. إذا لم يتعامل المجتمع الدولي مع هذه القوات بصرامة على أنها يجب، طيب عطفا على كلامك، نعم، أن توقف هذه العمليات العسكرية. طيب عطفا على كلامك سيد عمار، سأنتقل بسؤالي إلى السيد من عمان، السيد الدكتور جمال. الدكتور جمال، سنناقش هذا بإسهاب أكثر طبعا في بداية ساعتنا الثانية، ولكن اليسار الأوروبي وضح ووجه اتهامه مباشرة إلى قوات الدعم السريع بأنها تقوم بتنفيذ الانتهاكات بدعم من الاتحاد الأوروبي. مثل هذا التوجه من الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر جديد على المشهد في الأزمة السودانية الآن، كيف يمكن أن يؤثر على اتفاق أو يؤثر عذرا على الدعم السريع وتحركاته، وأيضا يعزز تحركات الجيش في دك الدعم السريع؟ لا أعتقد أن هذا التصريح يعني نعم يجد مكانه على الساحة أو على الواقع، ولكن هي المسألة أساساً هي مسألة، الإشكال كله في السودان كان إشكال سياسي، فلما تطور هذا الإشكال السياسي أصبحت البلد الآن تجر إلى حرب، ربما أنها تكون حرب أهلية وتصفيات عرقية، فهذا ما يعني نخاف منه. فلذلك ندعو كل المجتمع الدولي كما ذكر الأستاذ عمار، ندعو المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته، لأن منطقة دارفور منطقة هشة جدا جدا، وكما ذكر الأخوان. طب لماذا أنت تستبعد دكتور جمال، يعني لماذا أنت تستبعد بأنه الاتحاد الأوروبي فعلا يقدم الدعم كما يقول اليسار الأوروبي إلى قوات الدعم السريع في تنفيذ هذه الانتهاكات، ولماذا مثل هذه التصريحات لا تجد صدى دولي؟ ما نعلم أنه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية هي بتقدم الدعم للجيش، ومن خلال الجيش يقدم إلى الدعم السريع. ولكن انفصل الدعم السريع عن الجيش في 2019، انفصل، لماذا الآن يتحمل الجيش المسؤولية؟ أنا لا أحمل الجيش المسؤولية ولا أحمل الدعم السريع المسؤولية، أنا أتحدث وأنا ليس محللا عسكريا، لذلك أنا أتحدث من رؤية الخاصة. وأنا أسألك في رؤيتك الخاصة. رؤية الخاصة أن الناس تتوجه إلى وقف الحرب فورا، إن كان من طرف الجيش أو الدعم السريع. ما يهمنا نحن شعبنا، الشعب الآن منطقة دارفور جنينة الآن تنزف، نحن نريد مهلة. أنا من هذا المنبر أناشد الوساطة بأنها تعطي يعني توقع هدنة لمدة أسبوع أو أسبوعين، لأن الكارثة كبيرة جدا جدا. حتى لما وقعت الهدنة 24 ساعة كان تسليط الضوء على التحركات العسكرية في الخرطوم، وكان في نوع من الالتزام، ولكن هذا الأمر لم ينطبق على الجنينة، بالعكس استمرت الانتهاكات وتدهور الوضع الإنساني والصحي. دكتور جمال، سأنتقل بسؤالي القادم إلى السيد شريف. سيد شريف، كانت هناك تحذيرات من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بأنه ربما يكون هناك نهج جديد في محاولة معالجة وعودة المفاوضات مرة أخرى في الأزمة السودانية، عن أي نهج ممكن أن تنتهجه واشنطن؟ فرض عقوبات أم هناك يعني طرق أخرى حسب وجهة نظرك؟ أعتقد أنه في أولاً في مسارين، يعني هما المسار الأول هو بدأته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مع حكومة المملكة العربية السعودية بأنه فرض عقوبات على القوات المسلحة، وفرض عقوبات أيضاً على قوات الدعم السريع، وده مسار من ثم عاد الجميع لطاولة المناقشات، وبدأت المناقشات، تم الالتزام والتعهد بهدنة ليوم واحد، ومن ثم
نعلم أن الآن مناقشات مستمرة من أجل وقف طويل لإطلاق النار، ونتمنى أن تكلل جهود الطرفين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن نصل إلى هذا القرار بأعجل ما يمكن، ونحن ندعو ونحث القوات المسلحة ونحث قوات الدعم السريع أن هذه الحرب لا طائل منها ولا فائدة منها على الإطلاق. هناك مسار آخر وهو مسار سياسي من الممكن، وهو محاصرة، وهو حشد أكبر تحالف دولي وإقليمي ومن دول الجوار ضد هذه الحرب، وهذا أيضا أمر مهم وإيجابي. نحن تابعنا قمة الإيجاد، موقف دول الإيجاد تجاه هذه الحرب، وأيضا مواقف دول الإقليم والجوار الاتحاد الأفريقي. أعتقد أيضا أن حشد أوسع تحالف دولي وإقليمي يجمع المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الغارية وأيضا دول الجوار السوداني في موقف موحد مضاد لهذه الحرب، يحاصر الأطراف المتقاتلة في مناطق عديدة في السودان. هذا الأمر أيضا قد يكون لديه مساهمة إيجابية في إيقاف هذه الحرب والدخول في عملية سياسية تنهي هذه الحرب. هناك أيضا إشارة بسيطة أريد أن أشيرها للأخ نور الدائم. نحن بإمكاننا الآن أن نعيد ما كنا نقرره في العاصمة الخرطوم قبل 60 يوما من الآن بأن انقلاب 25 أكتوبر هو سبب هذه المأساة. هذا الحديث في حقيقة الأمر لا يفيد. نحن لا نبحث الآن عن انتصارات لزواتنا وانتصارات لمواقفنا السياسية السابقة بقدر ما نبحث عن آلية لإيقاف هذه الحرب ومن ثم الخوض في مناقشات سياسية تنهي هذه الأزمة وتعيد للسودانيين الاستقرار. نحن نعلم مخاطر استمرار هذه الحرب على السودان ونشرنا رؤيتنا بكل وضوح، وأنا أقول أننا منذ اليوم الأول من انقطاع مسار التحول المدني الديمقراطي كنا باتصال بالقائد منار كوميناوي بالقائد جبريل إبراهيم، وما زلنا على اتصال مع القائد منار كوميناوي مع كل قادة أطراف العملية السلمية، ونعمل الآن طرحنا في رؤيتنا أن أي حل سياسي لهذه الأزمة يجب أن يكون يشمل أوسع قاعدة سياسية وأوسع قاعدة اجتماعية من السودانيين والسودانيات. صحيح أن الوضع الذي فيه السودان الآن هو ليس الوضع ما قبل 15 أبريل، هذا وضع جديد يجب طيب التعامل بآليات جديدة وبأدوات جديدة. فنحن عندي سؤال لك. دعونا جميعا نتفق أولا جميعا دعينا جميعا كل القوى السياسية والمدنية في السودان أن نتفق جميعا على أن من ينهي هذا الصراع ومن ينهي هذه الأزمة هو موقف موحد ضد هذه الحرب وداعم طيب للحلول. ضد هذه الحرب ولكن تفضلي بسؤالي. طيب سؤالي لك ضد هذه الحرب ولكن المكونات المدنية التي تصطف مع قوات الدعم السريع على أمل تحقيق الديمقراطية من السيد حميدتي، هل هي لديها الاستعداد بأن تتخلى عن ذلك وتقف مع المؤسسة الرسمية العسكرية وهي الجيش السوداني لإنهاء الحرب؟ أنا أتحدث قبل الدخول إلى مسألة مفاوضات. ليست هناك أي مؤسسة مدنية في السودان أعلنت دعمها للدعم السريع في. لا في مؤسسات ملتفة مع الدعم. لا يوجد تنظيم مسلح. في مؤسسات ملتفة. أقول لك الحقيقة ليس هناك. قولي هذه المؤسسات بكل وضوح. حقيقة الأمر إن في تاريخ العالم جميعه وفي تاريخ السياسة في العالم دع عنك السودان لا توجد قوة مسلحة في تاريخ العالم أتت بنظام ديمقراطي. من يأتي بالنظام المدني الديمقراطي هي القوة المدنية والسياسية. طيب لماذا إذا كانت هناك تاريخ البشري لا توجد قوة مسلحة أتت يعني أنا الوقت أنا الحقيقة هذا الكلام حقيقة الأمر أنا أعلم أن الوقت يداهمك. الوقت يداهمني بس في مداخلة على كلام حضرتك يا سيد شريف. يعني أنا لما أقول لك بأنه في مؤسسات السيد البرهان اسمح لي أقول لك وهديك حجر. السيد البرهان قال بأنه حميدتي كان لديه طموح بتأسيس حزب سياسي لدعمه في التحول الديمقراطي. الحزب السياسي هذا لا يتطلب بأن يكون لديه شريحة مدنية تدعمه من مؤسسات سياسية تنادي بالديمقراطية التي ينادي بها حميدتي. لديهم استعداد أن يتخلوا عن حميدتي الآن؟ إذا كان لقائد الدعم السريع رغبة وطموح في تكوين حزب سياسي هذا شأن يخص قائد الدعم السريع ولا يخص القوى المدنية والسياسية في السودان. ما يخص القوى السياسية والمدنية في السودان أنها نادت بقضايا مصيرية تقود إلى التحول المدني الديمقراطي، نادت بقضايا العدالة والمحاسبة والعدالة الانتقالية، نادت بقضايا بناء الجيش الوطني الواحد وإنهاء تعدد الجيوش في السودان. القوى المدنية تدعم السلام وكانت هذه إحدى قضايا الثورة. نحن سنستمر في هذه القضايا، قضايا العدالة والمحاسبة والعدالة الانتقالية. طيب قضايا إلينا جيش وطني واحد، قضايا تحقيق السلام العاجل والشامل في كل أنحاء السودان. هذه القضايا هي قضايا القوى المدنية ولن تتنازل عنها القوى المدنية، وسنعمل على صناعة أوسع اصطفاف يضم حركات الكفاح المسلح والقوى الاجتماعية والإدارات الأهلية والطرق الصوفية والقوى المدنية مضاد لهذه الحرب وداعي لمعالجات لثلاث قضايا العدالة وقضايا إيقاف الحرب وقضايا السلام والسلام العادل والشامل. اسمح لي يا سيد شريف. ينضم إلينا الآن من الخرطوم اللواء الركن الدكتور محمد
محمد خليل الصائم أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور محمد. دكتور محمد، كانت هناك التصريحات الأخيرة لقوات الدعم السريع اتهمت استخبارات الجيش بأنها من عززت الصراع القبلي في دارفور، كيف يمكن أن يرد الجيش على هذه الاتهامات أو وجهة نظر الجيش من ما يتحدث به قوات الدعم السريع؟ والله طبعا السؤال ده يسألونه في الجيش، لكن أنا بقول لك ولكنك مقرب من الجيش يا دكتور خليل، يعني نحن سألناك لأنك مقرب من الجيش أو على الأقل على اطلاع بتوجهاته الأخيرة. أنا أحلت للتقاعد للمعاش قبل 34 سنة، لكن مهتم بالجيش، والجيش شريحة مهمة جدا، ركيزة من ركائز الدولة السودانية. ولكن حسب ما رشع، كيف تكون الاستخبارات هي من أججت صراع في دارفور؟ وهذا الصراع منذ سنين، من 2003 هنالك صراعات قبلية بين العرب والزرقاء، بين المساليت والعرب في منطقة الجنينة. هذا الصراع قديم جدا جدا، والآن الذي تم، هنالك فيديوهات متداولة تدين العرب وتدين إذا كانوا هم دعم سريع أو قبائل عربية أخرى، إنه نحن انتهينا من المساليد في حي الثورة. هنالك فيديوهات واضحة وصريحة، وثقوا لها هم أنفسنا الذين قتلوا والي قرب دارفور، وتم التوثيق بواسطتهم هم أنفسهم إنه نحن تخلصنا من حي الثورة كامل في الجنينة. وهذه فظائع، ويعني ترقى لجرائم حرب، وعلى المجتمع الدولي ألا يتفرج في مثل هذه المأساة في مدينة الجنينة. مدينة الجنينة الآن تعاني في مأساة وفي كارثة كبيرة جدا جدا. كل يتهم حركة العدل والمساواة، أشارت أيضا لأنه ماليشيا، والكل يعلم أن من قتل والي قرب دارفور، والاتهام واضح وصريح لقوات الدعم السريع هي التي اعتقلت وقتلت والي قرب دارفور. نعم، طيب سأنتقل بسؤالي، لدينا 3 دقائق تقريبا، يعني أتمنى كل ضيف يلتزم بدقيقة. سيد نور الدائم، سيد نور، هل تتوقع بأن تكون هناك قوات تتحرك القوات المشتركة لمحاولة استتباب الأمن في دارفور، أم ستكون هناك عودة لبعثة اليوناميت؟ نعم، ستتحرك القوى المشتركة، هي قوة تم إعدادها من أطراف اتفاق سلام، هي خاصة بحماية المدنيين، وسبق أن تحرك. هنالك بعض الإشكالات اللي بتواجه هذه القوة. حاكم إقليم دارفور وعد بتظليلها. هذه القوة هي مهامها حماية المدنيين فقط، ولا تتدخل في الصراع بين الدعم السريع والقوات المسلحة. أيضا تم مناشدة وتواصل مع المجتمع الدولي في إعادة نظر في القوة الدولية الخاصة بيونوميت أو تحت أي بند من البنود لحماية هذا الإقليم الشاسع والواسع. طيب سأنتقل إليك يا سيد عمار، هل يمكن ما يجري في دارفور فصله عن ما يجري في الخرطوم، ويعتبر دارفور هو صراع قبلي، أم سينظر إلى المسألة في السودان بمجملها من المجتمع الدولي باختصار؟ لا يمكن الفصل ما بين ما يحدث في دارفور وما يحدث في الخرطوم. هو ليس انعكاس، ولكنه هو مجرى واحد من العنف المميت الذي تتحمل مسؤوليته جميع الأطراف. طريق الحل دعوة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بأسرع ما يكون لجلسة للتشاور ما بين قادة الطرفين للوصول لوقف إطلاق نار شامل. ما نريده نحن كسودانيين السياسيين، طبعا عندهم حاجات دايريننا براهم، لكن ما نريده لحماية أهلنا في السودان هو جلسة لمجلس الأمن الدولي أو للأمم المتحدة للنظر في الوضع الأمني، إما بإعادة قوات أممية لمنطقة دارفور لتقوم بحماية المدنيين،
إما إعطاء مانديت للقوات المسلحة السودانية باعتبارها أنها الجهة المسؤولة التي تتحمل المسؤولية من قبلنا نحن المواطنين بأن يتم السماح لها بالتحرك لحماية المدنيين وإزالة كل العوائق التي تقف أمامها في ذلك، أو الطريق الثالث كما تفضل الأخ نور الدايم بإعطاء قوات حماية المدنيين في دارفور تفويضا أمميا بأنها يمكن أن تستخدم السلاح لحماية المدنيين وللفصل ما بين المتقاتلين في إقليم دارفور. واحدة من الإشكالات الأساسية. نعم طيب، لأنه بقي معنا دقيقة سننهي معك دكتور جمال، يعني هل تتوقع بأنه ممكن أن يذهب مجلس الأمن في النقاط التي ذكرها السيد عمار، أم سيذهب إلى وقف إطلاق النار بموجب البند السابع، وماذا يعني ذلك للتحركات العسكرية للدعم؟ والله نحن كسودانيين لا نحبذ البند السابع، ولكن نتمنى من المجتمع الدولي أنه يعني يعطي هذه المشكلة أهمية خاصة وبأقصى سرعة، لأنه البلد تنزف صراحة، جنينة، الوضع الإنساني وضع صعب جدا جدا. ما يهمنا الآن الوضع الإنساني، يجب أن يعني يتحرك في مجال متساوي مع الاتجاه السياسي. نعم. فلذلك وقف الحرب هي المطلب الرئيسي للشعب السوداني والمواطن. شكرا. انتهى وقتنا، أشكرك جزيل الشكر من مسقط الكاتب المحلل السياسي الدكتور جمال الأمين آدم، وأيضا كان معنا من القاهرة نور الدائم طه مساعد رئيس حركة تحرير جيش التحرير السودان والقيادي في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، ومن الخرطوم اللواء ركن الدكتور محمد خليل الصائم، وكان معنا أيضا من القاهرة سيد عمار أعوض. شكرا جزيلا لكم، وأيضا الشكر لك سيد شريف محمد عثمان. مشاهدينا بعد دقائق نلقاكم في الساعة الثانية، وعلى رأسها ملف السودان. من جديد ملفا ليبيا ليتفاوضوا عليه هنا في ضواحي العاصمة المغربية الرباط. الحكومة غير موجودة ولا تعمل في شيء منذ نيلها ثقة من مجلس النواب. هل تم التنسيق في هذه الخطوة على وجه التحديد إيقاف فتح باشاغة عن العمل؟ الإشكالية التي نعاني منها كلها هو عدم وجود دستور للبلاد. هل الوقت مناسب لتشكيل الحكومات الوحدة المكلفة بقيادة مرحلة ما قبل الانتخابات؟ أعتقد أن لا يوجد ما يمنع من تشكيل حكومة والإجراء في العملية الانتخابية. لا شك أن الأهداف المرجوة في إعادة بناء الدولة إدارياً واقتصادياً هو الخلاف يتعلق بحفتر وبسيف الإسلام. مسألة أنه الانتخابات تتأجل، ستتأجل إلى متى؟ سيستمر هذا الحال على ما هو عليه طالما أن هناك قوة هنا وهناك. هل ممكن مجلس الدولة يتنازل عما تمسك به سابقا؟ الآن الأمور تسير وفق نظرية الأمر الواقع. في خبر مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءته ما بين السطور. 19:00 اكتشف ما بين السطور من الاثنين إلى الجمعة على شاشة الحدث. اليوم
الخلاف الموجود بين الرئيس والاتحاد العام تنسير الشغل، هل فعلا اليوم الحوار منقطع؟ العشرات حرفوا أنفسهم، الحوار مفقود بين السلطة وبقية المجتمع. هل نحن أمام بوعزيزي آخر مع كل ما يحمله ذلك من دلالات؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصلح أمور تونس وأن نذهب بها إلى البر الأمان بعقلية واحدة. نتمنى على رئيس الجمهورية أن يقدم برنامج. هل يجوز تحميل هذه الحكومة كل الأزمات الاقتصادية؟ جبهة الخلاص هي التي تتزعمها حركة النهضة هي كانت السبب في الأوضاع التي وصلت إليها تونس اليوم. عدد من الصحفيين نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان. بدأ التي ذكرها الرئيس قيس سعيد، علينا أن نجدها في أقرب وقت ممكن، وإلا وقتها كل شيء وارد في تونس. حكومة إذا كانت الميزانية والخزانة فارغة كيف يمكن أن تنجح؟ أحزاب سودانية والاتحاد الأوروبي يدينون مقتل والي غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع. البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على مشروع قرار لفرض عقوبات على الدعم السريع ويتهم الاتحاد بتمويله. وكالة تسنيم تعلن أن وزير الخارجية السعودي سيزور طهران السبت المقبل لمشاورات سياسية ودبلوماسية. عمان تعلن اتفاقاً وشيكاً بين واشنطن وطهران حول النووي والسجناء والأموال المجمدة، وتقارير أمريكية تؤكد. مؤتمر بروكسل لدعم سوريا يأمل بالحصول على قرابة 7 مليار دولار لتلبية الاحتياجات في سوريا. محتجون يحطمون واجهات زجاجية ويشعلون إطارات قرب عدد من المصارف للمطالبة بأموالهم. بكم مشاهدين في ساعتنا الثانية من برنامج استوديو الحدث، وسنبدأ من السودان. قال مدير الإعلام في حكومة إقليم دارفور موسى داود إن عدد القتلى في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بلغ أكثر من 1000 شخص، مشيرا إلى أن القتلى ينتمون إلى الطرفين المتحاربين في المدينة، وهما قبيلة المساليت وجماعات من قبائل عربية بالمنطقة، مؤكدا خروج جميع المؤسسات الصحية في المدينة عن الخدمة تماما. إذن مشاهدينا، غالبية المستشفيات والمراكز الصحية في السودان خرجت عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه ونقص الأطقم الطبية أيضا. الجمعية الدولية لأمراض الكلى أوضحت أن مرضى الكلى يمثلون مشكلة صحية كبيرة في السودان، حيث العلاج محدود ومكلف، ويعتمد ما يقدر بنحو 8000 شخص في السودان على غسيل الكلى كي تستمر حياتهم. فيما أشار مدير مستشفى أم بدا بأم درمان إلى أن المستشفى اضطر إلى خفض عدد زيارات المرضى إلى النصف وإغلاق غرف العمليات بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود الذي يشغل مولد الكهرباء. كما توقف أيضا مستشفى آخر للأطفال كليا قبل نحو 2 أسبوع عن تقديم العلاج، وذلك لنقص المستلزمات الخاصة بغسيل الكلى.
هذا بالإضافة إلى توقف النظام التبريدي في العديد من المستشفيات، ما أدى إلى تحلل مئات الجثث. من جانبه أوضح باتريك يوسف المدير الإقليمي لإفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر للحدث أنه وعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلها الأطباء السودانيون الذين يعملون في ظروف شديدة الصعوبة، إلا أن الأمور تزداد سوءا. نتابع. إذن باستكمالا لما ذكرناه، الأمم المتحدة أشارت أيضا إلى أن أكثر من 60 في الأمم المتحدة أشارت إلى أن أكثر من 60 مستشفى توقفت عن العمل في مناطق القتال، بينما هناك 29 مستشفى أخرى عرضة للإغلاق، فيما أكدت إحدى لجان المتطوعين أنها لم تستطيع دفن أي جثة حتى الآن بسبب الانتهاكات وبسبب غياب الأمن وتعذر استخراج أذنات الدفن. لمعرفة كل هذه الأوضاع من دارفور ينضم إلينا الصحفي صالح أبو علامة. أهلا بك معنا صالح، لك أن تضعنا في أجواء ما يجري في دارفور على صعيد سياسي على صعيد عسكري، وأيضا صالح إذا كانت لديك أي معلومات حول يعني الوضع في الجنينة الآن. نعم، بعد مقتل والي غرب دارفور الجنرال خميس أبكر رصدنا عدد كبير من عمليات من حالات الإدانة وبيانات الإدانة لمقتل والي غرب دارفور. هذه البيانات حملت حزن واضح وإدانة واضحة لقتل والي غرب دارفور وهو قائد لحركة مسلحة هنا بإقليم دارفور. هذه البيانات جاءت من محامي دارفور ومن حركات موقعة على اتفاق جوبا هنا بإقليم دارفور، أدانت القتل وأدانت ما أسمته طريقة بشعة في القتل وفي التعامل مع والي غرب دارفور الجنرال خميس بكر. كما أن التحالف السوداني أيضا الحركة التي يقودها خميس بكر أدانت هذا الفعل. هنالك قادة كثر في التحالف السوداني أدانوا قتل والي الولاية خميس بكر، قيادات أهلية وناشطين هنا في المجتمع بدارفور أيضا تحدثوا عن هذه الحادثة. الأوضاع في غرب دارفور بعد مقتل الوالي وخروج السلطان من الجنينة لم يتبقى شيء. الجنينة لا صوت يعلو فيها يعني فوق صوت الانفلات الأمني التام وحالة النزوح واللجوء والتشرد بغرب دارفور. الأوضاع الإنسانية متصاعدة يعني وصلت إلى الحد البعيد، لا يوجد أمل في نعم. علاج أو أمل في أي مقومات حياة في. طب يا صالح، كنا نتحدث عن مستشفيات يخرج عشرات صالح كنا نتحدث عن مستشفيات يعني تعطلت فيها الكهرباء، تعفنت جثث الموتى ولم يتم خروج أذنات لدفنهم، يعني كيف يتعاملوا مع هذه الحالات؟ نعم، هنالك مواقع يصعب الوصول إليها حتى يصعب تفقد حالة المستشفيات، يصعب تفقد من بها مرضى أم بها جثث، يصعب الوصول إليها في مواقع عديدة متنازعة. اليوم في إقليم دارفور نجد أن عدد كبير من المستشفيات هي في مرمى النيران. مثلا عندما تدور معارك بين الجيش والدعم السريع في مدينة نيالا يصعب وصول الجرحى إلى المستشفى التركي أو المستشفى التعليمي الكبير في مدينة نيالا، وذلك لأن يعني المستشفيات إما تقع خلف قيادة الجيش أو بالقرب من تمركز قوات الدعم السريع. كل هذه الأشياء ساهمت مساهمة كبيرة في تفاقم الأوضاع الصحية هنا في إقليم دارفور. كما أن صعوبة وصول الأدوية، اليوم عدد كبير من مراكز غسيل الكلى في إقليم دارفور خرجت تماما عن العمل نسبة لصعوبة وصول أدوية غسيل الكلى والأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة للمرضى هنا في إقليم دارفور. وهذا الفصل هو فصل الخريف، ستزداد الصعوبات أكثر بحسب ما تحدثنا إليهم إذا لم تتوفر الأدوية المنقذة للحياة وأدوية المرضى يعني الأمراض المزمنة هنا في إقليم. طيب صالح، ما زالت التوترات موجودة. صالح، الهدن السابقة الهدن السابقة التي تم الإعلان عنها واللي نجحت تقريبا هي هدنة 24 ساعة، هل دخلت أي مساعدات إلى إقليم دارفور؟
وإقليم دارفور يعني ليس بغريب من بور سودان حتى يعني تستطيع أن تصل قافلة في 24 ساعة. بور سودان في أقصى الشرق وإقليم دارفور هو في أقصى الغرب. المساحة بالمسافات طويلة جدا، لا يمكن وصول مساعدات في ظرف 24 ساعة، خاصة بعد خروج المطارات عن العمل لجميع مطارات ولا أي مساعدات لا يمكن. صالح أنا أسألك لأنه سؤالي صالح، نعم، أنا ولا أسألك أي ولا أي مساعدات منذ أي هدنة نعم تم إطلاقها؟ نعم نعم، بعد الهدنة هنالك يعني شاحنة مساعدات وصلت إلى مدينة الفاشر، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم توزيع المساعدات التي وصلت إلى مدينة الفاشر. التفلتات في الطرق بين مدن دارفور تحتاج لحماية، تحتاج لقوة حتى يعني تصل إلى جنوب دارفور، تصل إلى شرق دارفور، تصل إلى غرب دارفور ووسط دارفور، أكثر الولايات المتضررة حتى هذه اللحظة. لذلك عمليات وصول الأدوية بطيئة جدا، وفي ظل هذا البطء يموت عدد كبير جدا ممن يحتاجون إلى الدواء في إقليم دارفور. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات من دارفور الصحفي صالح أبو علامة، شكرا جزيلا. يصوت البرلمان الأوروبي اليوم على مشروع قرار يتهم مباشرة قوات الدعم السريع بانتهاك العنف من أجل السلطة وانتهاك القانون الإنساني الدولي. مشروع القرار الذي قدمته كتلة اليسار في البرلمان يوجه اتهامات ضد الاتحاد الأوروبي بتمويل قوات الدعم السريع من أجل الحيلولة دون خروج المهاجرين نحو ليبيا. من باريس ينضم إلينا المحلل السياسي أسامة حريري، أهلا بك معنا سيد أسامة. ما هو موقف اليسار؟ كيف يمكن أن نقرأ موقف اليسار في الاتحاد الأوروبي بسبب اتهامه طبعا كما ذكرنا قبل قليل في الخبر بأنه يتهم الاتحاد الأوروبي بدعم قوات الدعم السريع؟ هل مثل هذه التصريحات لها تأثير على الواقع، تؤثر فعلا على الصراع أو تحركات الدعم في السودان؟ نعم مرحبا. يعني الأحزاب اليسارية عادة أو الكتل اليسارية الكبيرة في البرلمان الأوروبي، إن كانت الكتل الاشتراكية أم الكتلة حزب الخضر، غالبا ما تقوم يعني أو تمارس دور المراقب، هي بالأحرى يعني يمكن القول أنها تمارس دور المراقب للعمل أو لانتقاد ما تقوم به دول الاتحاد الأوروبي. هذا المشروع القرار الذي تقدمت به كتل يسارية يدين يعني بشكل مباشر استمرار المعارك في السودان، ويدين كلا الطرفين قوات الدعم السريع وأيضا القوات الحكومية، ولكنه أيضا يوجه اتهامات بشكل غير مباشر إلى الاتحاد الأوروبي، ويقول في البيان الذي صدر إنه يوجه اتهامات الاتحاد الأوروبي الذي اتهم بشكل مباشر أو غير مباشر بتقديم دعم لقوات الدعم السريع عبر السنوات الماضية للحد من الهجرة. نحن نعرف جيدا أن قوات الدعم السريع تسيطر على مناطق أو دارفور اللي هي التي محاذية لتشاد وليبيا، أي طريق هجرة. بالتالي نعم هذه الأحزاب اليسار توجه انتقادات مباشرة للاتحاد الأوروبي، ولكن هذا يعني كل عادة ما يصدر على البرلمان الأوروبي يبقى في إطار الرمزي، لأن البرلمان الأوروبي ليس له سلطة فعلية. كانت هناك عبر يعني السنوات الماضية قرارات عدة يصدرها البرلمان الأوروبي تأتي كليا متناقضة مع القرارات التي تتخذها المفوضية الأوروبية، وهذه القرارات التي يتخذها البرلمان الأوروبي تبقى فعليا يعني لا تنفذ، بالتالي يعني لا تأثير لها. التأثير الوحيد هو التأثير على الرأي العام، هو تأثير رمزي، هو يعني لتسليط الضوء على ما تقوم به بعض الدول الأوروبية. عام 2019 أود الإشارة هنا في هذا الصدد، عام 2019 كان الحمتي وجه عام 2021 بعد الانقلاب، قال حمتي وجه شكر بشكل مباشر لإيطاليا على أنها دعمت قوات الدعم السريع في تدريبهم على التصدي للهجرة غير الشرعية، وهو حاول مرارا أن يروج لهذا السيناريو بأن قوات الدعم السريع تساعد أوروبا عبر منع الهجرة غير الشرعية. بالتالي وكان عام 2019 أصدر العديد من الحقوقيين السودانيين والإريتريين أيضا اتهامات للاتحاد الأوروبي بأنه يقوم نوعا ما بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم قوات الدعم السريع، لأنه طبعا يخشى من مسألة الهجرة. هذه الاتهامات كانت أيضا اتهامات مشابهة وجهها على العديد من المنظمات غير الحكومية، أيضا إبانة المعارك الضارية في ليبيا وجهت أيضا إلى الاتحاد الأوروبي بأنهم أيضا دعموا المارشال خليفة حفتر لكي يقوم بعمل مشابه أو بالسيطرة على مسألة الهجرة. بالتالي يعني ما أود قوله هنا أن البرلمان طيب المصالح القرار الذي سوصوت عليه
صوت عليها اليوم يبقى رمزيا نوعا ما. طيب هي ستبقى رمزية، وأنت ذكرت مجموعة من المصالح ما بين دول الاتحاد الأوروبي أو بعض دول الاتحاد الأوروبي وقوات الدعم السريع، هل هذا يعزز صمت المجتمع الدولي وتحدث عن الاتحاد الأوروبي في عدم الإدانة الرسمية للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الدعم السريع؟ يعني حتى اللحظة لاحظنا أن الدول الأوروبية الكبرى أو الفاعلة دبلوماسيا كفرنسا مثلا أو ألمانيا تحاول يعني نوعا ما لا تتخذ طرفا، تحاول في نفس الوقت أن تدين أو تتخذ مسافة واحدة من قوات الدعم السريع ومن القوات الحكومية. هناك خطابات نوعا ما عامة جدا تدعو إلى وقف إطلاق النار. طب لماذا يا سيد أسامة؟ حتى الآن لم يصدر فعليا يعني بيان مثلا يتهم بشكل مباشر قوات الدعم السريع أو يتهم بشكل مباشر قوات يعني يحمل الطرف دون آخر المسؤولية، بل تبقى البيانات نوعا ما فضفاضة، بيانات بشكل عام. سؤالي لك الآن، طالما إنه البيانات فضفاضة وطالما إنه مسافة واحدة من الجيش وقوات الدعم السريع، نفترض جدلا قوات الدعم السريع اشتد عليها الخناق من الجيش وطلبت التسليح من المجتمع الدولي أو أوروبا، طالما إنهم لم يدينوها ولم يعتبروها جماعات متمردة كما يصفها الجيش، هل معنى ذلك ممكن أن يتم يعني يتم تزويدها بأي سلاح نوعي في المعركة إن اشتدت الأمور؟ أم سيقفون على موقف الحياد؟ لا أعتقد ذلك بتاتا. صراحة أعتقد أن الدول الأوروبية ستقف أكثر على موقف الحياد، وهم أصلا ينتظرون نوعا ما المنتصر. عندما يكون هناك طرف ينتصر على حساب طرف آخر سيتعاملون معه. طيب، هناك سؤال آخر، براغماتية نوعا ما بأنه بغض النظر عن الرابح هم باستطاعتهم التعامل مع المنتصر بغض النظر عن. طيب المنتصر يعني هل نستطيع القول بأنه الاتحاد الأوروبي نتيجة لمصالحه طبعا في أفريقيا، هل كل هذه الخطوات مدروسة بأنه يخرج، أو إذا تحدثنا عن فرنسا تنسحب من إفريقيا، تأتي قوات فاغنر تسيطر عليها وهناك علاقة ما بين قوات فاغنر وقوات الدعم السريع كما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا إذن المجتمع الدولي وتحديدا الاتحاد الأوروبي طالما أنك مختص في هذه النقطة، لماذا لا يتعامل مع الجيش على أنه مؤسسة رسمية للدولة؟ لماذا هناك مساواة بينه وبين فريق آخر منشق عن الجيش أو منفصل عن الجيش؟ أليس من باب أولى أن يتعاملوا مع مؤسسة عسكرية؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، ما هي الانتصارات التي ينتظرها الاتحاد الأوروبي أن تحدث على الأرض لتميل كفته أكثر بصورة رسمية؟ بخصوص النقطة الأولى يعني صحيح ربما إذا نظرنا واقعيا إلى الأمور يمكننا القول أنه يجب على الاتحاد الأوروبي ربما أن يقف أكثر لصف الجيش، خاصة وأن قوات الدعم السريع تلقى دعما من قوات فاغنر من روسيا، بالتالي هناك هذا السبب آخر يدعو أو يدفع الأوروبيين ربما للتعامل أكثر مع الجيش الحكومي الرسمي. ولكن يجب ألا ننسى أنه هذا الجيش، الجيش السوداني، متهم من قبل الاتحاد الأوروبي ومتهم من قبل المنظمات الحقوقية الأوروبية الغربية بشكل عام بأنه قمع المظاهرات، بأنه قام بانقلاب، بالتالي يعني الجيش لوحده ممكن يعني يحفظ ماء الوجه على الأقل أن يتعاملوا طبعا الجيش وقوات الدعم السريع. ولكن أنا أجيب على السؤال المتعلق لماذا لا يصطفون إلى طرف الجيش، لأنهم لا يمكنهم ذلك يعني في الوضع الراهن، بالتالي ولهذا السبب يعني بالنسبة لهم بغض النظر عن المعركة الجارية حاليا كلا الطرفين بالنهاية قاما بانقلاب عسكري سويا، كلا الطرفين ساهما في المعارك في دارفور، كلا الطرفين قمعا المظاهرات وقاما بانقلابات، بالتالي لا يمكن التعامل فعلا مع أو تفضيل طرف دون آخر. هم بالأحرى ينتظرون المنتصر المعركة على الأرض، لأن حتى اللحظة كل المؤشرات تشير أن كل الطرفين يعني القوات الحكومية والدعم السريع يعني يعتقدان أنهم سينتصران في هذه المعركة، بالتالي الأوروبيون ينتظرون بشكل عام، حتى هناك دول إقليمية أخرى تنتظر لترى من هو المنتصر لتتعامل معه بوقت لاحق وتقوم بالسؤال الجديد يعني تحت الطاولة. سؤال أخير سيد أسامة، هل نترقب من الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على الجيش وقوات الدعم السريع كما قامت بها واشنطن، بالرغم أنه في انتقادات يعني لواشنطن بعد هذه الخطوة بأنه يعني في ازدواجية معايير ربما في التعامل مع الأزمة السودانية، ربما سياسة العقوبات لن تكون سياسة ناجعة في هذه المرحلة، الاتحاد الأوروبي ممكن يتخذ نفس هذه الخطوة؟ أعتقد نعم، يعني طالما استمرت المعارك وطالما تدهور الوضع الإنساني ونحن نستمع يوما بعد يوم إلى الكوارث التي تحدث والمناشدات التي تقوم بها الأمم المتحدة بأن الوضع كارثي والوضع يعني يهدد بانهيار تام ويهدد أيضا بحرب إثنية، بحرب عرقية، بحرب أهلية، بالتالي نعم طالما استمرت هذه المعارك سيدفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات. ولكن يعني كما سبق وقلتم أن هذه العقوبات يعني حتى الآن كل العقوبات التي فرضت عبر السنوات الأخيرة إن كانت
عمل حتى بالسودان على نظام البشير آنذاك لم تنفع فعليا. نعم، شكرا جزيلا من باريس المحلل السياسي أسامة حريري، شكرا جزيلا لك. استوديو الحدث مستمر وفيه بعد الفاصل. مباحثات أمريكية إسرائيلية في بلجيكا حول إيران وأنباء عن مقترح عسكري مشترك لمواجهة التهديدات. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور طهران يوم السبت، حيث من المقرر أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين. من الرياض ينضم إلينا أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله العساف، أهلا بك معنا دكتور عبد الله. دكتور عبد الله، أهمية هذه الزيارة من حيث التوقيت، وما هي الملفات التي ستطرح من الجانب السعودي على الجانب الإيراني في أول زيارة؟ أهلا وسهلا تهاني، أنا في اعتقادي أمر في غاية الأهمية. هذه الزيارة ليست مجرد، أو التوقيع السعودي الإيراني على اتفاق بكين هو ليس مجرد تطبيع لعودة العلاقات الثنائية بين البلدين، ولكنه أنا أعتقد يقود إلى تحول جيوستراتيجي في المنطقة تقوده السعودية وطهران، للتحول من صراعات الماضي إلى استثمارات المستقبل. في هذه الزيارة ربما يحضر الوزير السعودي افتتاح السفارة السعودية في طهران، التفاهم على عدد من الملفات الأمنية السياسية في المنطقة، وأيضا ستكون العامل أو البعد الاقتصادي حاضر لدى طهران ولدى السعودية الكثير من الفرص الواعدة لرجال الأعمال في كلا البلدين. إذن هي زيارة لتغير جيوسياسي في المنطقة كبير جدا على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والتعاون أيضا الثنائي. هل ذلك برأيك سيؤثر على الأهداف التي ما دام أو دوما تتحدث عنها المملكة العربية السعودية، الأهداف التوسعية الإيرانية؟ كيف يمكن التعامل معها في مثل هذه المرحلة إذا بالفعل المملكة ستدخل مع إيران في تطبيع سياسي واقتصادي؟ أنا في اعتقادي أن السعودية لم تخطو هذه الخطوة وتذهب إلى بكين وتوقع على هذا الاتفاق إلا لما لمست جدية طهران، وأن لدى طهران القابلية في التحول عن إيديولوجيتها السابقة في عملية التوسع في المنطقة وفي عملية تصدير الثورة أو الطائفية أو سميها ما شئتي. السعودية لمست الجدية في إيران، وإيران أيضا أدركت أن هذه الأبعاد عادت عليها بالخسائر الكثيرة جدا وأصبحت منبوذة في المنطقة وأصبحت عليها الكثير من الخسائر، فرأت أن طوق النجاة هو اللجوء اليوم إلى القطب الآخر القوي في المملكة في الخليج، وهي السعودية والتعاون مع المملكة العربية السعودية على حلحلة أزمات المنطقة.
دكتور عبد الله، كيف يمكن أن يسهم هذا التعاون على الصعيد السياسي والاقتصادي في استتباب الأمن في المنطقة، لطالما كان هناك حديث دوما من الجانب الإيراني وبعض المحللين الذين يميلون إلى الجانب الشرقي بأن هناك مؤامرة تحاكى في منطقة الشرق الأوسط، خريطة الدم وتقسيم المنطقة وما إلى ذلك. هذا التعاون السعودي الإيراني كيف يمكن أن يوقف هذا المشروع الذي تنتهجه الدول الغربية؟ اولا، قضيه المؤامره لا شك هي موجوده، والمؤامره لم تنشا في فراغ، ونحن لمسنا هذه المؤامره سواء باحداثها التي كتب لها النجاح او تلك التي اجهضت في مهدها. لا شك انه تعاون اليوم قطبي الخليج يشكلان قوه رادعه امام التحولات والتوجهات الدوليه في المنطقه، سواء طمعا في ثرواتها، سواء في اضعافها، سواء في جعل جذوه الخصام دائما مشتعلة بين الطرفين. لاحظي تهاني أنه مجرد موقع الاتفاق هدأت المنطقة، تنفست المنطقة الصعداء، العملة الإيرانية ارتفعت، صار هناك انتعاش حتى داخلي على داخل نفوس أهل الخليج. قضايا المنطقة التي كنا يوما من الأيام نراها شبه مستحيلة تحالحلت، ورأينا الرئيس الأسد يحضر إلى المملكة، ورأينا إقامة علاقات جيدة، ورأينا مشكلة اليمن أيضا إن شاء الله في اتجاهها إلى الحل. هل ممكن أن نرى دكتور عبد الله إيران موجودة في أوبك بلس؟ أنا أتوقع، لكن ليس في القريب العاجل، لأن طهران بحاجة إلى إعادة تأهيل مصانعها لإنتاج النفط، لأن مفروض عليها الحصار سنوات طويلة، وما لكنها تبيع النفط. حتى لو مفروض عليها حصار، هي مفروض تبيع النفط. تبيع النفط لكن بالسوق الرمادية، لا أقول السوداء، لكن خلينا نقول الرمادية. لكن في المستقبل القريب عندما يرفع الحصار، وأنا أعتقد أنها ستصبح عضو فاعل، لكن بعد أن تهيئ أجهزتها، لأنها لا تزال تعمل بأجهزة لا أقول بدائية لكنها متأخرة بعض الشيء. طيب، سؤال أخير لأنه الوقت أساسا داهمنا. دكتور عبد الله، هناك معلومات أكدتها مصادر أمريكية وصحف أمريكية بأنه ربما يكون هناك اتفاق وشيك ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول الاتفاق النووي. سنحاول طبعا بعد قليل أن نعرف على أي اتفاق قديم أم جديد، ولكن إن عادوا إلى الاتفاق الموقع في 2015، ماذا يعني ذلك للمنطقة؟ وكانت في فترة من الفترات المملكة العربية السعودية تريد تضمين بعض البنود بمطالب طبعا للولايات المتحدة الأمريكية أن يضمنوا بعض البنود في الاتفاق النووي الإيراني. إن عادوا إلى اتفاق 2015، ماذا يعني ذلك للمنطقة والوجود الأمريكي وأيضا المملكة العربية السعودية والدول الإقليمية عامة؟ إن رجع بنصه، وأنا لا أعتقد أنه سيعود بنصه، لأنه يجب إضافة ملاحظ كثيرة. إسرائيل تضغط بهذا الاتجاه، وأيضا دول الخليج وهي المعنية الأولى بالسلاح النووي الإيراني أيضا تضغط بهذا الاتجاه. إيران لا ترغب بدخول دول الخليج كطرف مفاوض، لأنها تدرك جيدا توجهاتها ومطالباتها. لكن هذا الاتفاق السعودي الإيراني ربما يخفف من الغلواء، وتكون هناك اتفاقات ثنائية ربما تسحب ولو مؤقتا فتيل الأزمة. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من الرياض، أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله العساف. قال وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي لموقع المونيتور إن طهران وواشنطن جدتان في التواصل لإعادة إحياء الاتفاق النووي. وزير خارجية عمان كشف أن هناك أجواء إيجابية حول المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن. البوسعيدي أوضح أن هناك مسائل تقنية تفصل واشنطن وطهران عن اتفاق إطلاق السجناء، وأن واشنطن وطهران تبحثان ملف الأموال الإيرانية المجمدة. هذا ويعقد اجتماع بين وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت ونظيره الأمريكي لويد أوستن في العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد منع رئيس الوزراء نتنياهو لغالانت من السفر إلى واشنطن، إذ لم يتلقى نتنياهو بعد دعوة لزيارة البيت الأبيض منذ تشكيل حكومته الحالية. يأتي ذلك فيما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الإسرائيلي يستاق هرتسوغ إلى زيارة البيت الأبيض، فيما لا تزال الإدارة الأمريكية تمتنع عن توجيه دعوة مشابهة إلى نتنياهو. وحول اللقاء نقل موقع الولا
عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اجتماع جالانت وأوستن سيكون بشأن إيران بسبب إلحاح الملف الإيراني بالنسبة لإسرائيل. وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يناقش الطرفان التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب، مشيرا إلى توقعات بأن يطلب جالانت مجددا تقديم موعد لتسليم الطائرات الأمريكية KC-46 التي اشترتها إسرائيل العام الماضي. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين من 3 دول قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي تفاوض بهدوء مع إيران للحد من برنامجها النووي وإطلاق سراح مواطنين أمريكيين مسجونين في طهران. وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي في إطار الجهود الأمريكية لتخفيف التوتر وتقليل مخاطر المواجهة العسكرية مع طهران. وذكرت النيويورك تايمز أن الهدف الأمريكي يتمثل في التوصل إلى اتفاق غير رسمي وغير مكتوب يسميه بعض المسؤولين الإيرانيين وقف إطلاق النار السياسي، وسيهدف هذا الاتفاق بحسب الصحيفة إلى منع مزيد من التصعيد في علاقة طهران وواشنطن، واصفة إياها بالعلاقة العدائية طويلة الأمد والتي أصبحت أكثر خطورة من تكديس إيران لمخزون من اليورانيوم عالي التخصيب. تفاصيل أكثر حول تقارير الصحافة الغربية مع الزميلة نور الحصني. مساء الخير يا نور. أهلا تهاني، شكرا لك. تفضلي. مفاوضات وصفتها واشنطن بالهادئة وتراها طهران وقف إطلاق نار سياسي، فيما تؤكد صحيفة نيويورك تايمز قرب التوصل لاتفاق يحد من برنامج إيران النووي، وتطلق واشنطن بموجبه سراح مواطنيها المسجونين في طهران. الصحيفة أوضحت أن الاتفاق الوشيك سيحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات، وأن طهران ستوافق على عدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز مستوى إنتاجها الحالي البالغ 60%. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران وبموجب الاتفاق ستوقف استهدافها للأمريكيين في سوريا والعراق، وستوسع تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية، وستمتنع عن بيع الصواريخ الباليستية لروسيا. في المقابل ذكرت نيويورك تايمز أن طهران تتوقع أن تتجنب واشنطن إصدار عقوبات مشددة عليها أو من خلال الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جانبها أشارت وول ستريت جورنال إلى أن واشنطن وافقت على إفراج العراق عن نحو 2.5 مليون يورو إيرادات إيران من الكهرباء والغاز، وهي أموال كانت مجمدة بفعل العقوبات الأمريكية. وبالنسبة لملف السجناء الأمريكيين في إيران، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لموقع المونيتور إن الاتفاق بات وشيكا بين طهران وواشنطن وينحصر إنجازه بأمور تقنية. والأمريكيون 3 المسجونون في إيران هم سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، ويربط محللون التوصل لاتفاق النووي بضمان إدارة بايدن إطلاق سراحهم أولا، فيما تسعى طهران للإفراج عن أصولها المجمدة والمقدرة بعشرات المليارات من الدولارات، ومنها 7 مليارات لدى كوريا الجنوبية. إلا أن الآلية الأمريكية المقترحة ستسمح لإيران بالوصول لهذه الأموال واستخدامها لأغراض إنسانية فقط. عودة إليك تهاني. شكرا جزيلا نور. لمناقشة كل هذه النقاط ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي محمد صالح صادقيان. أهلا بك معنا سيد محمد، مساء الخير. سأبدأ معك مما يتم الحديث عنه من جانب وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، الجدية في إحياء الاتفاق النووي الإيراني من جانب واشنطن ومن جانب طهران، نتحدث عن أي اتفاق تحديدا؟ وهل سيكون العودة مقابل الإفراج عن السجناء الأمريكيين المسجونين في طهران؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. بالتأكيد هناك مباحثات تجرى في سلطنة عمان وأخرى تجرى في نيويورك أيضا، لأننا نعلم لحد الآن 5 لقاءات تمت بين مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة سعيد إيرواني مع المنسق الأمريكي للشأن الإيراني روبرت مالي،
وهذه المفاوضات التي تجرى أو اللقاءات التي جرت في نيويورك هي تدعم المفاوضات التي تجرى في سلطنة عمان، وهذا ما نوه إليه وزير الخارجية العماني. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه المباحثات الآن تتركز على صفقة تبادل المعتقلين والإفراج عن الوداع الإيرانية المجمدة. السؤال هنا، هل تم الحديث عن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي؟ هل تم الحديث عن قضايا تتعلق بالشأن النووي؟ لا توجد لحد الآن مصادر موثقة رسمية من الجانبين، من الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، تتحدث عن هكذا حديث. لكن بالتأكيد إذا ما تمت صفقة تبادل المعتقلين والإفراج عن الودائع الإيرانية المجمدة، بالتأكيد ستخلق أرضية وأجواء مناسبة من أجل التطرق إلى قضايا أخرى ربما تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. لكن كما قلت لا توجد هناك شفافية ووضوح بشأن البرنامج النووي الإيراني. طيب، الشفافية والوضوح لم توجد من جانب الولايات المتحدة مثلا من عودتها من عدمه أم من الجانب الإيراني؟ هذه نقطة سيد محمد. النقطة الثانية، حتى وإن عاد الطرفان إلى الاتفاق النووي الإيراني نتيجة يعني صفقات سياسية معينة، هل يعني ذلك ضمان أي تحرك إسرائيلي؟ ستضمن واشنطن عدم تحرك إسرائيل ضد أي مفاعلات نووية إيرانية؟ يعني في كل هذه الأجواء التي تحدثت عنها والتي بتقريركم أيضا أشار لها، في كل هذه الأجواء الوحيد الذي يتحدث الآن هو الجانب الإسرائيلي. وبالتالي يبدو لي بأن إسرائيل لا تريد أو تعارض أصلا، هي تعارض أي مباحثات مع طهران، يعني بين الولايات المتحدة وطهران، إلا إذا مرت من خلال النافذة الإسرائيلية. وبالتالي إسرائيل لديها الكثير من المطالب، مطالب تتعلق بأصدقاء إيران في المنطقة، تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، تتعلق بنسب التخصيب، وبالتالي هناك كثير من القضايا الأمنية التي تبحث عنها إسرائيل. وهي تريد، كما طالبت الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وقالت بشكل واضح بأنه إذا كان لديكم نية في التعاون مع إيران وفتح صفحة جديدة وقامت علاقات مع إيران، يجب أن تكون هذه العلاقة من خلال النافذة الإسرائيلية. هذا المفهوم أيضا يتبناه اللوبي اليهودي الموجود في داخل الولايات المتحدة الإيباك، يتبنى مثل هذه التصورات. وبالتالي أنا أعتقد بأن ما نسمعه من الإسرائيلي، سواء كان من نتنياهو ومن غيره من المسؤولين الإسرائيليين، هو يصب بهذا الاتجاه. نعم. طيب، سؤالي الآن، كانت هناك مباحثات بأنه ربما يتم الإفراج عن بعض الأموال المجمدة الإيرانية في الخارج، ماذا يعني ذلك مقابل عدم رفع العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني؟ هناك يعني ضغوط على الإدارة الأمريكية بشأن تنفيذ صفقة تبادل المعتقلين. وبالتالي يعني أعتقد بأن هناك أجواء جديدة في منطقة الشرق الأوسط وحتى على المستوى العالمي، بعد يعني استمرار الأزمة الأوكرانية وعدم التوصل إلى حل هذه الأزمة، هناك الكثير من الأمور حدثت أيضا على الصعيد الإيراني، وهذه مقلقة بالنسبة إلى الجانب الأمريكي والجانب الغربي بشكل عام. من هذه الأمور المقلقة، أولا يعني إزاحة الستار، إيران إزاحت الستار عن صاروخ فرع صوتي، وهو هذا الصاروخ الذي يبلغ مدى 1400 كيلومتر، يعمل على الوقود الجامد. هناك منظومة صاروخية جديدة إيران تمتلكها، تقنية جديدة، هناك تعاون إيراني روسي، هذا المؤشر الثاني. هناك أيضا نسبة التخصيب اليورانيوم المرتفعة، وبالتالي يعني الوكالة الدولية تتحدث عن عينات أخذتها من مواقع أو منشآت نووية إيرانية تصل إلى 83%، والبعض يتحدث عن 86%، وهي قريبة جدا من عتبة السلاح النووي التي هي 90%. هذه أوراق جديدة بيد إيران، وبالتالي المضي بهذا الاتجاه، وخصوصا نقطة أخرى أريد التأكيد عليها، هو التعاون العسكري الإيراني الروسي.
هذه معادلات جديدة تدخل يعني تدخل في الحقيبة الإيرانية، وهي موجودة الآن في هذه الحقيبة، والولايات المتحدة أيضا تتعامل مع هذا الواقع الجديد. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك مصالح مشتركة بين إيران والولايات المتحدة من أجل تنفيذ صفقة تبادل المعتقلين وتنفيذ صفقة الإفراج عن الودائع الإيرانية المجمدة. أما يبقى نسبة التخصيب والبرنامج النووي الإيراني، يعني أعتقد بأن هذا الأمر ربما مكفول إلى أو مرحل إلى المرحلة القادمة، لكن بالتأكيد نعم. يعني هذه هي باكج وصفقة كاملة. طيب سيد محمد، إحنا وقتنا انتهى، بس يعني السؤال يعني لابد أن أسأله بصراحة. يعني هو كان متوقع أساسا من الإدارة الديمقراطية بأنها كما وصفناها سابقا معك بأنها تكون حنونة نوعا ما مع إيران، هل هناك ضمانات ستقدم لإيران إن تغيرت الإدارة الديمقراطية إلى جمهورية بعد الانتخابات؟ يظل الاتفاق الذي أبرم على حاله؟ مشكلة، هناك مشكلة في داخل الولايات المتحدة. يعني نحن لأول مرة نرى بأن رئيس أمريكي يقدم للمحاكمة ويعتقل كمتهم. ديمقراطية. هناك كثير من هذه ديمقراطية. ديمقراطية. يعني ديمقراطية في الداخل يعني. صحيح. وهناك إدارة أمريكية مترددة وضعيفة هي إدارة بايدن. بايدن قال منذ أكثر من 3 سنوات عندما كان يعني بالحملة الانتخابية التي فاز بها، قال بأنه يريد العودة إلى الاتفاق النووي، لكنه لم يعد إلى هذه الاتفاقية، وبالتالي هو لم يعطي ضمانات لإيران بعدم تكرار انسحاب الولايات المتحدة من أي اتفاق يمكن أن يعقد مع إيران. وبالتالي هناك مشكلة في الداخل الأمريكي، وإيران أيضا لديها مشكلة العقوبات المفروضة عليها. أنا أعتقد بأن من مصلحة الجميع، لا أقول إيران والولايات المتحدة، من مصلحة الجميع أن تسوى مثل هذه القضايا من أجل تفكيك هذه المشاكل وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وحفظ المصالح كل الأطراف المعنية بالملف الإيراني. شكرا جزيلا من طهران المحلل السياسي محمد صالح صادقيان، شكرا لك. يستضيف الاتحاد الأوروبي مؤتمرا دوليا لحشد الدعم المالي اللازم لإعادة إعمار المناطق التي ضربها الزلزال بسوريا هذا العام. وأكد بيان أممي الحاجة الماسة وبشكل عاجل إلى دعم مالي أكبر بكثير من المجتمع الدولي. واعتبر البيان الأممي أن المزيد من المساعدة للشعب السوري وللدول التي تستضيف اللاجئين أصبح أمرا ضروريا. ووفقا للبيان فإن الاحتياجات في سوريا ضخمة، وأن عشر التمويل المطلوب فقط هو الذي تم تأمينه حتى الآن لمشروعات العام الجاري لمساعدة السوريين في الداخل واللاجئين منهم في المنطقة. وأعرب مسؤولون أمميون عن أملهم في الحصول على تعهدات مثل ما تم تقديمه العام الماضي، حيث بلغت 6.7 مليار دولار. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات إن التمويل الإنساني لسوريا لا يسير بذات الوتيرة الاحتياجات المتزايدة بسرعة، داعيا أيضا إلى توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا من تركيا. وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 14 مليون سوري فروا من منازلهم منذ 2011، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 6 مليون نازح داخل سوريا يعيشون تحت خط الفقر. من بروكسل ينضم إلينا مراسل الحدث نور الدين الفريضي. أهلا بك معنا نور، لك أن تطلعنا المؤتمر لدعم المانحين، يعني ما هي المبالغ التي تم جمعها حتى الآن، آلية توزيعها ومناطق توزيعها داخل سوريا؟ أهلا تهاني. في الحقيقة جلسة التعهدات المالية لم تبدأ بعد، وإنما ستنطلق ربما بعد ساعتين من الآن. لا يزال الاجتماع في هذا اليوم الثاني على مستوى وزاري يخوض في قضايا طبعا سياسية تتعلق بمستقبل سوريا ومستقبل المنطقة. عندما نتحدث عن مستقبل سوريا نتحدث عن عملية سياسية تفاوضية معطلة تماما ولم تنجز شيئا حتى الآن على مدى السنوات الأخيرة.
تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، نتحدث عن موقف الاتحاد الأوروبي الذي عبر عنه جوزيف بوريل قبل نحو ساعة من الآن، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمسك بالموقف نفسه فيما يتعلق بعدم استعداد الاتحاد الأوروبي للتطبيع مع النظام السوري أو للمساهمة في عدد العمار أو في رفع العقوبات. هذا الموقف ثابت بالنسبة لجوزيف بوريل، حتى وإن كان هو تحدث في مؤتمر صحفي قبل حين عن انفتاح أوروبي تجاه المقاربة العربية التي تقودها المملكة العربية السعودية، مثل ما رأينا في قمتها قمة الرياض الفترة الماضية، وكذلك المقاربة التي تقودها دعنا نقول جامعة الدول العربية. وقال جوزيف بوريل حرفيا من أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه في هذه الآيات الثلاث، ولكن منفتح، وهو الاتحاد الأوروبي يرغب أن يستكشف ماذا ستنجز وماذا ستفرزه مقاربة جامعة الدول العربية تجاه النظام السوري، وأن الاتحاد يشجع الجامعة في أن تنجح مقاربتها، ولكن الاتحاد كاتحاد يتمسك بموقفه الرافضي للتطبيع مع النظام لرفع العقوبات أو للمقاربة. طيب نور، المقاربة مشكلة نور كبيرة الآن يقول هذا المؤتمر. اسمح لي قبل أن تدخل في المشكلة، إذا كان المؤتمر أو دول الاتحاد تنتظر المقاربة من الدول العربية مع الحكومة السورية، هي ستكون مقاربة لكل المناطق اللي هي تحت سيطرة الحكومة السورية، في هذه النقطة كيف ممكن أن تتعامل دول الاتحاد الأوروبي؟ يعني نحن إذا رجعنا عدد من تصريحات الدول العربية في قمة الرياض وما بعدها وما سبقها، فإن الدول العربية عندما مدت يدها لاحتضان سوريا من جديد وأن مكنتها من أن تحتل موقعها المشروعي داخل جامعة الدول العربية، الدول العربية سمعنا عنها أنها كانت تتمنى على سوريا، أي على القيادة السورية، أن تبدأ مسارا سياسيا يمكن من المصالحة بينها وبين الشعب السوري أو بين مكونات الشعب السوري، بمعنى من خلال عملية سياسية، بمعنى العملية السياسية التي تقتضي إجراءات بناء الثقة مثل الإفراج عن السجناء، مثل الكشف عن مصير المفقودين. هذا أيضا كان طلبا، هذا طلب عربي، وكان أيضا وهو أيضا طلب من المجموعة الدولية. هنا يمكن أن تلتقي دعنا نقول الموقف الأوروبي المشجعي لجامعة الدول العربية مع هذه المقاربة، ولكن ربما هذا المسار سيأخذ بعض الوقت، لكن من دون أن يرى الاتحاد الأوروبي تحركا ملموسا في المسار السياسي، فإن الاتحاد الأوروبي سيظل على موقفه وسيظل ضاغطا على فرامل لا للتطبيع ولا للمشاركة في إعادة أعمار سوريا، وخاصة لا لمسألة العقوبات. هذه المشكلة إذا سمحت، ولكن بكل إيجاز، العقوبات الأمريكية الأوروبية ضد سوريا ستعيق أيضا الدعم العربي الذي يمكن أن تقدمه الدول العربية لسوريا في هذه المرحلة بالذات، حتى وإن هي أرادت يعني الدول العربية هذه الدولة أو تلك أرادت أن تتجاوز نظام العقوبات، فإنها لن تتمكن من تجاوز نظام العقوبات الأمريكية على الأقل. تفضلي تهاني. شكرا جزيلا لك نور على كل هذه الإيضاحات من بروكسل، نور الدين الفريدي، شكرا جزيلا. في لبنان أقدم عدد من المودعين على بفرع مصرف بنك بيروت في منطقة حرج ثابت شرق بيروت، أقدموا على ماذا؟ ستطلعنا عليه هذه الصور، وأيضا سنتعرف أكثر مع مراسلتنا بعد قليل. لا متجهين على غير محال. ماما يجي علينا. حرامية حرامية.
أنا هو الغرض. نحن جايين ناخذ حالنا بالدم لأن القضاء فاسد مرتشي شريكها الحرامية كتلة. عالم لبناني وأرض لبنان وشعب لبنان بيعودوا المؤسسات لخدمة شعبه ولحماية شعبه. فجرت القوات الإسرائيلية فجر اليوم منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في مدينة نابلس الواقع في حي رفيديا ببناية مكونة من 4 طوابق ويأوي 3 أفراد. واعتقلت إسرائيل الطويل في 13 من فبراير الماضي بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار قرب نابلس أسفرت عن مقتل أحد جنودها. وخلال اقتحام قوات إسرائيلية لهدم منزل أسير دارت مواجهات في أماكن مختلفة من مدينة نابلس أطلق خلالها جنود إسرائيليون الرصاص الحي ما أدى إلى مقتل الشاب خليل يحيى الأنيس من مخيم العين وإصابة آخرين حال أحدهما خطيرة. مشاهدينا شكرا لكم على كرم المتابعة. أنا تهاني الجهني أشكركم، دمتم بخير الله، ودوما الحدث على منصات التفاعل الاجتماعي. في أمان الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.